مشاهدي لو 360 مرحبا بكم في مدينة العيون أكبر مدن الصحراء المغربية لنحاور السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج. ابقوا معنا لمشاهدة هذه الحلقة. سي بوريطة مرحبا بك. أول غران فورما تنديره في العيون مع وزير الخارجية، هذا شرف لكم. الله يبارك فيكم سيدي، وخاصة أن أنا عندي علاقة خاصة مع مدينة العيون، لأن كان لي الشرف أن تعيني جلالة الملك في 2016 كوزير منتدب في الشؤون الخارجية والتعاون هنا في مدينة العيون في سابقة، ولهذا شكرا على هذه الاستضافة في هذه المدينة. عندنا أربع محاور، محور يخص الصحراء المغربية، والمحور الثاني العلاقات مع الجزائر، ثم العلاقات مع إسبانيا، وبعض الأسئلة فيها ليبيا وفيها قضية موريتانيا. مرحبا. السؤال الأول، مدينة العيون استضافت الملتقى الثالث ديال المغرب مع جزر الباسيفيك، لماذا هذا الاختيار بعدها في مدينة العيون؟ وشنو هما النتيجة بعجالة؟ هو السؤال خصو يكون علاش ماشي في مدينة العيون، على اعتبار بأن العيون هي جزء من التراب المغربي، وبأن بحال اللقاءات الدولية كتنعقد في الرباط ولا في طنجة ولا في مراكش كانت تنعقد في العيون. هذا كيجي في إطار واحد الدينامية خاصة اللي كتعرفها القضية الوطنية، وكيجي كذلك في إطار واحد التوجه أن مغربية الصحراء لا رجعة فيها وبأنها مسلمة، وبالتالي فخصنا نتعاملوا من هذا المنطلق هذا من خلال الأنشطة الدبلوماسية وكل الأنشطة الأخرى. بحال كان نقول دائما جلالة الملك قال في خطاب المسيرة الخضراء الأخير بأن خريطة المغرب تغيرت باسترجاع الصحراء، وبأن هذه الهوية الترابية للمملكة المغربية خصنا كنا ندخلوها في دماغنا، بأن العيون جزء من التراب المغربي والاجتماعات فيها هي اجتماعات طبيعية جدا. وكان هذا المنتدى نموذج، لأنه كيعطي للعيون واحد الطابع خاص اللي هي أنها تكون مدينة التعاون جنوب جنوب، من القنصليات بالتكوين، واليوم في إطار هذا المنتدى اللي هو واحد المنتدى مهم للتعاون بين المملكة المغربية والدول الجزرية المحيط الهادي. نتائج هذا اللقاء هذا اللقاء هذا هو الثالث. اللقاء الأول كان في 2012، كان يمكننا نقوله هو اللقاء ديال الانيسياسيون، لكن انطلاقه. من بعد اللقاء الثاني كان ديال الثقه، وباننا نعرفوا بعضياتنا اكثر. وهذا لقاء العيون هو واحد نقطه تحول، لان اولا تحددت المجالات التعاون الاساسيه اللي هي اربعه: الصحه، التغيرات المناخيه، التكوين، والامن الغذائي. ثانيا كان اتفاق على لا غوفيرنونس ديال هذا الفورم، كيفاش غيبقى يخدم مره في 3 سنين اجتماع، سواء في ذاك الجزر ولا في المغرب، وكل سنه اجتماع مرحلي على مستوى وزراء الخارجيه على هامش الجمعيه العامه. الوثيقه ديال العيون او اعلان العيون اللي هو اليوم واللي هو الوثيقه المرجعيه ديال هذا المنتدى، كتحدد كذلك الاليات باش نطبقوا التعاون ديالنا في هذه المجالات، اللي هي اولا هاد لي في دو روت اللي توقعوا مع كل دوله، واللي هي ثانيا سواء منح، زيارات قطاعيه، يعني وفود ديال في مجال التكوين وغيرها. وبالتالي فهاد المنتدى في العيون كان عند عرف واحد النجاح، لا من حيث المشاركه ولا من حيث النتائج اللي كاينه في الوثيقه ديال العيون. الصحراء المغربيه تعرف فتح قنصليات جديده، والمغرب واش يمكن نفسروها ان المغرب مشى في واحد الخطوة مهمة بالاعتراف بالحقيقة المغربية على أقاليمه الصحراوية؟ المغرب دائما متأكد بأن من مغربية الصحراء، ولكن هذه دول اللي ارتأت أن تعبر عن دعمها لمغربية الصحراء من خلال هذه الطريقة. هذه دول اللي كانت كتعبر عليها من خلال مواقف دبلوماسية ولا من خلال دعم لبعض القرارات،
اليوم حاولت ديرها على بشكل سيادي على مستوى ثنائي، انها تعتبر بان فتح هذه القنصليات هو سياسيا كيعني التاكيد على مغربيه الصحراء، ولكن كذلك انطلاقا بانها كتشوف بان في الصحراء المغربيه كاين واحد البوتونسيال، كاين واحد المجال اللي يمكن استغلاله، لا في كعمق افريقي، لا في التعاون التجاري، لا من حيث التكوين وغيرها. فهذا كيجي في هذا الاطار هذا. وبالنسبه للمغرب هو كيجي في اطار التوجه اللي كان اكدوا جلاله الملك اكثر من مره بان انخراط المغرب في مسلسل لحل قضيه الصحراء ما كيعنيش في اي لحظه بان المغرب يناقش سيادته على الصحراء او لا يتفاوض على سيادته على الصحراء. هذه مساله محسومه. المغرب كيشارك في واحد المسلسل لاقناع طرف معروف، واللي لاسباب ايديولوجيه، لاسباب تاريخيه، لاسباب هو كيعرفها اكثر، يعارض عوده الاقاليم الجنوبيه الى الوطن الام، الى المملكه المغربيه. هذا هو السياق ديال المسلسل الاممي. ولكن المغرب ما عمرو كيوضع سيادته على الصحراء فوق طاوله اي مفاوضات. هذه مساله محسومه. اليوم بحال اللي قال جلاله الملك، المغرب منخرط في هذا المسلسل، ولكن في نفس الوقت المغرب ما كيبقاش مكتوف الايدي باش يتسنى حتى ذاك الطرف يفكر ويجي وينخرط بايجابيه في هذا المسلسل. المغرب اولا كينمي اقاليمه الجنوبيه، والنموذج التنموي اللي انطلق عطى نتائج، والجميع كيشوف اليوم التحول. المغرب كذلك كيساير او كيدفع في واحد الديناميه دوليه اللي محدداتها واضحه. السياده المغربيه خط احمر، واي حل ما يمكن له يكون الا في اطار هذه السياده. ومن هذا المنطلق جات هذه المبادرة الدبلوماسية بفتح هذه القنصليات من قبل هذه الدول، واللي بدات هذه تقريبا واحد اقل من 3 أشهر، هذه 70 يوم، وصلنا لواحد 9 اليوم، وصلت 9 ديال القنصليات، واللي هي كتفوق كثير التوقعات اللي كانت عندنا في البداية. واش كاين شي توقعات في هذا المجال انه بلدان اخرى تفتح؟ اكيد اكيد بان هناك تجاوب كبير من قبل كل الدول على انها الدبلوماسيه المغربيه كتمشي بسكوب، الدبلوماسيه المغربيه كتمشي بالنتائج اللي غادي تكون ان شاء الله. اليوم غتزاد هي البوروندي هذا الصباح، وفي هذه العشيه غادي تكون في الداخله القنصليه ديال جيبوتي باش نكملوا تسعود. وكل يعني انا اعتاد على المجيء للعيون تقريبا كل اسبوع، دونك كل مره غتكون ان شاء الله. ندوز لواحد المجال اخر، وهو نلاحظ ان السيد الامين العام تعطل شي شويه في تعيين المبعوث ديالو للصحراء. المغرب تعامله هو مع مجلس الامن، يعني صاحب الملف في الامم المتحده هو مجلس الامن. مجلس الامن كيفوض الاشتغال على الملف للامين العام. الامين العام يمكن له يختار انه يعين شخص باش يساعده في ذاك المهمه. يعني احنا ما عمرنا المغرب كيشوف ان ممثل شخصي راه هو كيمتلك الملف. ممثل شخصي هو واحد الشخص اللي يحاول يساعد الامين العام في تنفيذ اختصاصات كيعطيها له مجلس الامن. وبالتالي ما يعني الملف ما كيوقفش بحضور ولا بغياب ممثل شخصي. تعيين الممثل الشخصي هو دائما هذا اختصاص الامين العام، لان هذا مساعد ديالو. والمغرب كيحترم اختصاصات الامين العام في تحديد ممثله الشخصي. وفي نفس الوقت المغرب في تفاعله مع الامم المتحده ومع الامانه العامه كيحدد شنو هي المحددات بالنسبه له، الشروط، العناصر اللي خصها توفر في واحد الممثل الشخصي باش كل عمليه ديالو ناجحه. وهاد الشروط وهاد المحددات اللي كيدير المغرب هي دائما منسجمه مع الشرعيه الدوليه ومع قرارات مجلس الامن. وبالتالي فاليوم كاين اللي استعمل هذه القضيه هذه في اطار واحد لاجيتاسيون. مره هذا غير يخرجوا اسماء، يخرجوا اسماء باش داك الشيء. قلت لك هذوك الدبلوماسيه بالسكوب. المغرب كان دائما كيقول باللي احترام للمؤسسات واحترام للامين العام ما كنهضروا الحاجه حتى كتكون. وفي جوج د المرات وكنت اتصلت بيا فيهم بجوج، كنت كنقول لك ما يعني ما خصناش نزربوا بان نشوفوا الحقيقه. وفي الحقيقه في المرتين كاين اللي كاين شي دبلوماسيات ولا شي اطراف كتسرع في هذا الشيء، ولكن ماشي. السيد الوزير، غنرجعوا للقضيه ديال فتح القنصليات. الجزائر خرجت بلاغ
وعيطت للسفير ديالها في أبيدجان للمشاورات، وهي تقول دائما أنها ماشي طرف. شنو التناقض اللي شفتيه هذا؟ هذه ماشي أول تناقض، هذه ماشي أول مرة. يعني المغرب كان واضح من نهار الأول بأن طرف الأساسي، الجزائر طرف أساسي، لهذا المغرب كان موقفه واضح في المسلسل الأممي بأن ما يمكنش يكون مسلسل بدون حضور الأطراف الحقيقية وخاصة والجزائر بالدرجة الأولى. بالفعل الجزائر لحد الساعة يمكن دارت 6 البلاغات ولا 5 في كل ما كتفتح شي قنصلية، وهذا أمر من واحد الناحية غير مفاجئ، لأن شو قبيلة بأن يقدر غير يوجدوا شوية يوجدوا شوية، يعني كل مرة يوجدوا. والغريب هو أن البلاغ تقريبا نفس، يمكن نفس اللغة نفس هذا. اللي جديد هو استدعاء، هذه تاهي كتبين بأن الجزائر يعني كتثبت نفسها كطرف في هذا النزاع، لأنها الدولة الوحيدة اللي كتعامل مع هذا الشيء. وهذا ماشي غريب، يعني أن الجزائر اليوم إلا شفنا وثيقة اللي كان بالخطأ قدموها الجزائري لمجموعة من الدول، اش كتقول الجزائر لهذه الدولة؟ الجزائر هي ماشي طرف، ممكن نقولها بالفرنسوية، كتقول لها لهذه الدولة نو فو دوموندون ديفيتي دي بوزيسيون كي ابوي لو ماروك، سابستونير دادوبتي دي ديسبوزيسيون اناميكال انفير لالجيري اترافير دي ريفيرونس فافورابل لو ماروك. يعني هادو بوثائق، هادي مذكرة شفاهية اللي الجزائر ماشي كتقول، ماشي كتدافع على موقف، كتقول دولة ايفيتي دي بوزيسيون كي ابوي لو ماروك. والجزائر نفس بنفس المنطق مذكرة عاوتاني شفاهية رسمية لدولة أخرى كتقول لها في ريفيرونس أو فوروم كرونس مونتانا، وكتطلب من هذه الدولة هذه بأنها ما تشاركش وتمنع أي مشاركة في كرونس مونتانا. داك الشيء كنقول أنا هذه البيانات، هذه البيانات على الأقل كتوضح، لأن ما يجري أو التعبئة اللي كيديرها الدبلوماسية الجزائرية راها اكثر، راها يوميه. انا عطيتك نموذج ديال مراسلات رسميه لدول اللي كتقول لها ما تايديش المغرب، اولا منتدى اللي هو منتدى الحوار اللي في الداخله، ويمكن هذه السنه 6 ولا 7 ديالو 6، واللي الجزائر باقا الان كدير يعني دبلوماسيتها كتشتغل في هذا الاطار. ماش يمكن حنا كونس مونتانا بالنسبه لنا تثبت نفسه، ولاو الناس كيجيو بوحدهم، فربما هو هاجس اكثر للدبلوماسيه الجزائريه اكثر منه للدبلوماسيه المغربيه اللي اليوم كتبني تعاون، كتبني علاقات مختلفه. الاشكال اليوم هو ان خص واحد لاكويرونس، يا انت طرف ودافع على المواقف ديالك وتفاوض، واما انت ما معنيش بهذا الملف وخليه وتسائل واش انت الجزائر لما خرجتيش بيان كتستدعي فيه سفير ولا كتندد بموقف واحد الدوله لانها خدات قرار سيادي بفتح قنصليه، شكون اللي غيديروا من غيرك؟ فهذا كيبان بان طرف واحد اللي كاين اليوم. السيد الوزير، نزيدوا في هذا السياق واحد الخرجه ديال رئيس الدوله ديالهم لواحد الجريده فرنسيه، وتيقول فيها على ان المغرب عنده واحد اللوبي مضاد لتحسين العلاقات مع فرنسا، الجزائر فرنسا. هذه اتهامات خطيره من طرف واحد الرئيس ديال الدوله. انا قلت دائما سبق لي وقلت بان ما كان يعني في ثقافتنا الدبلوماسيه ما كنعلقوش على تصريحات رؤساء الدول، كيكون عندهم المكانه والاحترام ديالهم، مي في نفس الوقت بان يعني المغرب كيبني، المغرب لا يعارض تنميه علاقات دول بيناتها. المغرب دائما كي كل ما هو بناء، كل ما هو كونستركتيف، كل ما هو ايجابي المغرب كينخرط فيه، لان هذه ثقافته السياسيه، هذا هو التصور ديالو. المغرب ما عمره كيكون في الهدم، المغرب ما غيمشيش يقول الدول ما تايدوش بنوت فيربال ولا بأون لاتر، المغرب ما غيمشيش يقول الدول ما تجيوش تشاركوا في الفوروم. هذا الفوروم شنو الهدف منه؟ هذا الفوروم واحد الدول اللي كتواجه مشاكل وجوديه اكزيستونسيال ديال لي شونجمون كليماتيك، وليو باش تقول لهم ما تجيوش عاونهم. مي المغرب شنو جا؟ المغرب هذه ماشي اليوم اللي بدا، المغرب بدا في 2008 قال لهاد الدول، وقالها جلالة الملك في 2015، قال بان لي شونجمون كليماتيك اوغون ان امباكت بلو سيفير سور لي بيز افريكان اي لي بيي انسولير.
من هذا المنطلق الشغلات الدبلوماسيه المغربيه باش تشوف هاد لي بيي كيفاش المغرب يمكن له يساعدهم. هذا المغرب ما مشاش قالت لهم ما تعاونوش مع دوله او لا ما ديروش مع الدوله. المغرب كيبني وهذه هي الفلسفه الدبلوماسيه ديالو. سي بوريطا، واش حصل لكم تلاقيتوا بالوزير الجزائري وزير الخارجيه؟ طبعا الحال كنتلاقاو على هامش الاجتماعات. ندوزو سي السيد الوزير الى المحور ديال المغرب واسبانيا، الجار الشمالي للمغرب، كيفاش تقيموا العلاقات التجاريه والسياسيه مع هذا البلد؟ العلاقه ما بين المغرب واسبانيا هي علاقه في تطور، يعني اليوم هي واحد العلاقه استراتيجيه اللي كتهم مجالات مهمة، سواء التجارة، سواء محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، سواء الاستثمار، سواء العلاقات البشرية وغيرها. واللي في مجموعة من المجالات هي واحد النموذج للتعاون بين بلدين جارين. وهذه العلاقات هي دائما كانت مبنية على التعاون الإيجابي، على الاحترام المتبادل، وعلى أن كل واحد يحترم المواقف ديال الاخر وسيادته ومحددات سياسته الخارجيه. نعم، في تحديد المجال البحري للمغرب، انتم والمغرب قال على انه منفتح في اي مشاورات في هذا الموضوع، فعلا تؤكدون هذا؟ معلوم، لان المغرب شنو كيقول؟ المغرب كيقول حقه الذي لن يسمح فيه وحقه لما كيتناقش فيه هو انه يحدد مجاله المائي أو البحري بكل سيادة وبكل حرية بدون إذن بدون تشاور. ولكن في نفس الوقت المغرب كيقول بأن اتفاقية قانون البحار كتقول بأن عمليا كتكون تداخلات بين الدول، وهذه التداخلات العالم كله كيحلها بالمفاوضات وبالنقاش. من هذا المنطلق المغرب قال بأنه منفتح على النقاش، واللي كان إيجابي هي أن إسبانيا مشات في نفس التوجه كذلك، بأن الحوار هو الاساس. اليوم بدينا كنشتغلوا على الاطار ديال هذا الحوار، كيفاش اننا ما يبقاش فقط كونسيبت، يولي ان ميكانيزم لواحد الاليه. كيفاش، شكون هما المكونات ديالها، شكون غيكون فيها، شنو هي الجدوله ديالها، باش نتناقشوا في هذه الامور كدولتين جارتين مبنيه علاقتهم على الشراكه وعلى الاحترام. مؤخرا خلق ذاك الحزب الاشتراكي الراديكالي بوديموس باستقبال واحد المبعوث ديال الانفصاليين. اسبانيا اكدت على انها عندها موقف ديال الدوله في قضيه الصحراء المغربيه، كيفاش هذا؟ واش هناك اشكاليه الوجود ديال هذا الحزب اللي هو تيدير البروباغندا ديال المغرب؟ الانفصاليين المغرب كيتعامل مع دولة اسمها إسبانيا ومع حكومة ومع مؤسسات، وفي إطار هذا التعامل المغرب مواقفه واضحة وخطوطه الحمراء واضحة. التجاوب السريع للحكومة الإسبانية أظن كان أعطى واحد الإشارة بأن إسبانيا كتعتبر علاقتها مع المغرب ومع القضايا المهمة للمغرب هي مواقف دولة اللي ما كتغيرش بائتلافات وهذا. والوزيرة الإسبانية حتى ملي كانت في الرباط قالت بان هذه ما ماشي موقف حزب او لا تحالف، هي مواقف دوله، واللي فيها بان الموقف الدوله الاسبانيه اكدته الوزيره، وكل عمل خارج هذا فاعتبرته بانه لا يمثل موقف الحكومه الاسبانيه. قربنا على نهايه هذه الحلقه السيد بوريطا، ولكن قبل ذلك بغينا ان نسولك حول القضيه الليبيه، والمغرب لعب دور في اتفاقيات ديال الصخيرات او اتفاق الصخيرات، ولكن مؤخرا لن يستدعى الى برلين، ولكن باقي دائما يعمل في هذا المشكل. هو بدا اولا المغرب ما محتاجش لبرلين باش يكون حاضر في الملف الليبي، وبرلين ماشي بحال برلين، راه كانوا بزاف، كانوا خمسه ولا سته الاجتماعات. ما يتفهمش بان من المغرب خرج بيان على برلين ما خرجوش انطلاقا من ان فريستراسيون، خرجوا انطلاقا من واحد ناقص الخطر، بان ما تلعبوش بليبيا، بان ليبيا ماشي مساله ديال واحد الورقه اللي كتستعمل. انا كنقول دائما بان الملف الليبي كاين اللي كيشوفه كملف دبلوماسي، كفير فالوار دبلوماتيك. الملف الليبي هما اولا ناس، مواطنين ليبيين كيتعرضوا، يعني عايشين في ظروف صعبه، المدارس كتهدم، المستشفيات كتهدم،
يعني ظروف صعيبة. هذا هو الملف الليبي بالنسبة للمغرب. المغرب بقى وفي لواحد المقاربة ديال ليبيا نو دوا با اتخو منو ديال لي غيونيو. ليبيا دوا اتخو تور دو لا تابل. الإشكال المغرب مع هاد المؤتمرات الدولية اللي كتكون ليبيا في المنو ديالها في جدول الأعمال هي أنه فيها بحال احتقار لليبيين بأنه ما قادينش، بأن حنا نحلوا المشكل بلاصتهم والليبيين نخليهم في الكولوار ولا نديروهم، وحنا أوتور دو لا تابل أون فاديسكوتي المشكل الليبي ونلقاو له حلول. المغرب كيختلف مع هاد المقاربة هادي. المغرب كيقول الصخيرات الإيجابية ديالو هو أنه جمع الليبيين، ما دارش مؤتمر دولي حول حول ليبيا، وخلى الليبيين المساحة باش أنهم يدابزوا ويتعاركوا ويتفقوا. هذا المنطق هذا هو اللي كيدافع عليه المغرب. المغرب باقي كيأمن بأن الحل الليبي بيد الليبيين، وبأن اللي كيعتقد بأنه عنده شي وصفة سحرية يجربها في ليبيا، حنا كنشوفوا النتائج هذوك لي زابرونتي سورسيي اللي كل مرة كيجيبوا مؤتمر وسمية، وهذا كتبان كتبان النتائج. لهذا المغرب دق ناقوس الخطر حول هذا التوجه في معالجة الملف الليبي بقدر ما هو مستمر في العمل ديالو. شنو هما لي زاتو ديال المغرب؟ المغرب عنده جوج ديال العناصر. أولا ثقة الليبيين بأن المغرب مشاش، لاحظتي مازال ما مشيناش حنا لليبيا، الليبيين كيجيو كيقول لك بغينا دور للمغرب في هذا الملف من كل أطياف ليبيا، من الجنوب من الشرق ولا من الغرب. ثانيا المغرب العنصر القوي ديالو الثاني هو ما عندوش أجندة في ليبيا. المغرب ما عندوش مصلحة مباشرة ولا شي أجندة كاشي. المغرب عنده وعي بأن استقرار ليبيا هو جزء من استقراره ومن استقرار شمال إفريقيا، وعي بأن داك الليبي اللي جمعنا معاه التاريخ وبزاف ديال الأمور ما يستاهلش يعيش هاد الظروف هادي. هذه اللي كتعطي المصداقية للدور المغربي، وهي اللي كتخلي المغرب دائما حاضر في هذا الملف برلين ولا ماشي برلين، لان بحال اللي قلت لما كان المغرب كيشتغل على ليبيا ما عرفتش واش برلين كانوا كيعرفوا ليبيا اصلا فين كاينه. اخر سؤال سي بوريطا هو العلاقات مع موريتانيا. لوحظ تحسن في هذه العلاقات، قمتم بزياره والتحسن جاء من بعد انتخاب سي ولد الغزواني. شنو هي الافق ديال تطوير هذه العلاقات ما بين البلدين؟ المغرب عنده واحد يعني هاد التزامن ديال هاد الزياره اللي مشيت ليها بتعليمات من جلاله الملك الى نواكشوط، هو واحد السياق اللي كنحتفلوا به بهاد الذكرى الخمسين الاتفاق اللي كان بين المغرب وموريتانيا في 1970 واللي سميتو الاخوه وحسن الجوار. هاد لي دو كونسيبت اليوم عندهم واحد الراهينيه، اليوم عندهم سون داكتواليتي، هما اللي خصنا نعاودوا نحطوهم في علاقتنا مع موريتانيا. الاخوه بين الشعبين وحسن الجوار جغرافيا واللي كيعطينا امكانيات مهمه للتعاون. الى اشتغلنا في اطار هاد العنصرين الاخوه بين الشعبين وحسن الجوار، فالمغرب وموريتانيا عندهم واحد الامكانيات مهمه لتطوير التعاون في كل المجالات. بين الشعبين كاين علاقات قويه كنشوفوها حتى هنا في الاقاليم الجنوبيه، واحد الانتيغاكسيون واحد التعاون دائم كيف كنشوفوها في الطلبه. المغرب باقي اليوم اكبر عدد من المنح كيعطيه للطلبه الموريتانيين. اليوم عندنا 1300 طالب موريتاني كيدرسوا في المغرب. عندنا امكانيات مهمه للتعاون، ورغبه جلاله الملك بحال اللي قلت هي ان العلاقات مع موريتانيا ما تكونش علاقات عاديه، تكون علاقات استثنائيه، لان هذا هو اللي كيفرض علينا التاريخ، وهذا هو كيفرض علينا هذا الاحتفال بهذه الذكرى ديال اتفاقيه الاخوه وحسن الجوار. سي بوريطا انتهت الحلقه ديالنا معكم، تنشكرك على هذه الاستعداديه ديالكم. مشاهدي لو 360 نشكركم على الاهتمام بهذه الحلقه، ونضرب لكم لقاء جديدا مستقبلا.